في هذه الرحلة المميزة والنادرة رح نغوص في عمق التاريخ 10,000 سنة إلى الوراء. رح نحاول نتعرف على آخر قبائل أكلت لحوم البشر على وجه الأرض، بيعيشوا في وسط الغابات الاستوائية المطيرة اللي هم قبائل الكروعي. هم آخر مجتمعات العصر الحجري المتبقي في العالم، ما زالوا بيعيشوا في بيئتهم الطبيعية في عزلة تامة عن العالم الخارجي. تقع غينيا الجديدة أو بابوا إلى الشمال من القارة الأسترالية، وتعتبر ثاني أكبر جزيرة في العالم بعد غرينلاند، وهي واحدة من أكبر الغابات المطيرة بعد الأمازون. تنقسم الجزيرة إلى نصفين، النصف الغربي منها يتبع إندونيسيا، والنصف الشرقي غينيا الجديدة. قمنا بتموين أنفسنا لرحلة قد تستغرق 4 أسابيع، علماً بأن ما منعرف قديش رح يستغرقنا من وقت للوصول إلى منطقة الكرواي، وهذا بيتطلب منا الاستعانة ببعض السكان المحليين لمساعدتنا في نقل أمتعتنا ومعداتنا أيضاً، ودليل حتى يعرف كيف يأخذنا إلى منطقة الكرواي. استغرقت معنا الرحلة مبارح 14 ساعة في الظهر، بيتنا هنا مؤقتاً. هلا قديش رح تاخذ معنا وقت؟ كم يوم؟ بيقولوا احتمال 4 أيام نضلنا في النهر، حنقطع مسافة 400 كيلو. لا شك رحلة طويلة ومش سهل العثور على قبائل الكرواي. هذه غابات متناثرة شاسعة، يعني بيشعر الإنسان إنها غير متناهية. قررنا بأنه يسبقنا 2 من فريقنا ليكتشفوا لنا مكان وجود إحدى قرى الكرواي ويمهدوا لنا الطريق لإلنا قبل وصولنا، وجرى الاتفاق أنه نلتقي عند نقطة معينة في الغابة بعد عدة أيام. وبعد مسير 5 أيام في النهر دخلنا منطقة الكرواي، بدينا نشوف بعض البيوت تاعت الكرواي اللي هي مبنية على الشجر. طبعاً ما وصلناش، إحنا لسه بدنا كمان يوم لحد ما نوصل لنقطة معينة، ومن هناك نبدأ نسير في الغابات حتى نقدر نلاقي فعلاً ناس من أهل الكرواي. بدأ يشعر الواحد بالإثارة إنه بدينا نقترب من الكرواي، آخر أكلت لحوم البشر على الأرض اللي إلنا 5 أيام ماشيين بالنهر عم ندور عليهم. هذه آخر نقطة بيوصلها القارب، وصار لازم علينا من الآن إنه نتابع رحلتنا سيراً على الأقدام في عمق الغابات. بعد مشينا بمسافة قصيرة لقينا حالنا بوسط الغابات العذراء. بعض العلماء الدارسين لبعض الشعوب اللي بتعيش في جزيرة بابوا بيتحدثوا أن الشعوب اللي بتعيش في بابوا ما زالت كما هي من آلاف السنين. بالتأكيد هذه الرحلة هي ليست للنزهة. اكتشاف هذه القبائل المعزولة في وسط الغابات المجهولة له أهمية كبرى، نحن لا نعرف الكثير عنهم. بعد هاي النقطة لازم نقطع النهر على الضفة الأخرى ونكمل من هناك.
ما في أي جسر، فبيقترح علي إنه نقطع شجرة نعمرها جسر ونعبر عليها، هذا الحل الوحيد. طيب هات نختار شجرة. قد ما مشينا في الغابات هذه صار عندي شعور لو انك مش معي هنا كان تهت في هالغابات هذه، شو بده طلعني منها؟ يا memang hutan ini sangat luas tapi saya kita paham saya paham soal قديش تتوقع بان لن اقابل اول واحد من الكورواي هون؟ kita sudah ada di Korowai sekarang. هاي منطقتهم. dan saya yakin kita akan ketemu mereka. saya sudah mengirim guide saya lebih duluan ke sana. ya mungkin على باي وقت. Ya, saya yakin akan ketemu. Kita akan ketemu mereka di sana. Insya Allah, ما يتأخر كتير. بعض القبائل تركت قراها وتعمقت في الغابات عشان تبتعد عن المتطفلين والمستكشفين والمنظمات التبشيرية اللي بتنشط على أجزاء من هذه الجزيرة. هاي الأرض اللي بنمشي فيها من أكثر مناطق طينية في العالم، نسبة رطوبة عالية جدا بسبب كثافة الأمطار، كثافة الأشجار وغزارة الأمطار اللي بتنزل عليها كل يوم. تسمع شيء؟ ايه اوكي كرواي هذول كم 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 لوك ات ذس كم كم اخيرا أمير. أخيراً كرواي. فجأة رهيبة هي طريقتهم بالسلام. شو؟ قابلوك ووافقوا انه يستقبلون عندهم؟ tanya apakah mereka boleh tinggal di kampung mereka? Camp situ, kampung situ, komplek tempat tinggal. Tidak apa-apa. Bisa kah tidak? Bisa. Bisa? Bisa jalan. Oh, yes, they are very happy. They are happy, very happy. You are invited. ما اعتقد هم سعيدين اكثر مني، احنا الايام عم نمشي عشان نوصلهم. مانو 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 ثانك يو مانو شكرا يعني مانو تريما كاسي مانو 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 شكرا 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 مانو كثير شكرا شكرا مانو 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 انا بدي اقول لك شكرا مش انت، انتوا اللي حتستقبلوني عندكم. مانو مانو شكرا شكرا لكم. بداية رائعة. يا مشقة يا مش متخيل اني وصلت عندهم.
طول الطريق هيك. هاي بيوت الكرواي اللي بيبنوها فوق الشجر. الشعب الوحيد في العالم اللي بيعيش فوق الشجر. اللي أنا قريت عنهم إنه لسه هذا بيت ارتفاعه متواضع. بيبنوا بيوتهم على ارتفاعات شاهقة. يعني منخار غلي فلور. غلي فلور. غلي فلور. منخار انف يعني غلي فلور. غلي فلور. فلور. اذن. هوتو لوب. هوتو لوب يعني اذن. ايد. ايد. ميلول. 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 ادفر ميدونور. ادفر لا ادفر نفسه. ميسينغات. ميسينغات. ميسينغات يعني ادفر. ميسينغات. عين. لولوب. لو لولوب. لولوب. لو يبقى بقلب دارو دي على عندي بو قالو بدك سكينه. نو في دوم دوم نو في دوم دوم نو أبغى أرجع ليه لو يمان دار لو تو خد تدخين البايب عند الكروة يعتبر من النشاطات الاجتماعية الأكثر أهمية وكله صناعة يدوية وكلياتهم من خشب البامبو. أنا أشربه. حتى أكون مقبول عندهم اجتماعياً لازم أدخن البايب معهم. يعني بدون فلتر. حامي كتير قوي. كل يوم بيخرج رجال ونساء الكرواي للصيد والتقاط اللي بيجدوه في الغابات المجاورة إلهم من أجل قوت يومهم. شعب الكرواي بيأكلوا كل شيء بالطبيعة تقريباً حتى الفئران.
那那没嘛不？到我们马来马到，我怕这边要变好关外了。对啊，马来得了的。شجرة الساقو تعتبر عند شعب الكرواي من أهم الأشجار بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات، فعشان هيك بيستخدموها ثلاث وجبات في اليوم. بيطلعوا على الغابة أو زي ما بيسموها الحديقة الخلفية، بدوروا على شجرة كبيرة ساقو وبدأوا بتقطيعها. بتشارك بتحضير الساقو الرجال والنساء مجتمعين، وبعض العائلات بتساعدهم في ذلك. هذا بيعتمد في أرض مين بتتواجد شجرة الساقو. يمكن معرفتهم القوية بالتعامل مع هذه الغابات المحيطة فيهم من آلاف السنين هي من أسباب بقائهم إلى اليوم. هذه آخر مرحلة بتحضير الساقو اللي هي الفلترة. بالغالب بعد ما يقطعوا رجال الشجرة المهم تنتقل للنساء اللي هي طحن الساقو وفلترته. الظاهر أن مسؤوليات الست أو المرأة الكرواي مش بس داخل البيت، داخل البيت وخارج البيت. شو بتشتغل المرأة الكرواي خارج البيت؟ نعم بابا إبنا لا مقلية لبغا ما لبغا لبا يعني يقا تلايو كلايو باتين بلدا يعني يقا بلدا قولانو لا مقلية بغا ما لبا بغا ما لبا قيابتو فولي مودا قيابتو لأي ألو قلوبي دو قلوبي دو ما لدغو ألو نولي بابا ما لبغا siapa labu baka utol modal labu baka wali motor bolve saya ne ulam imong galan nok klubo الكرواي هم شعب أدمن الحياة في الغابات، وهم ما بيعيشوا على الأرض بل فوق الأشجار. كلما ازداد عددهم بيبدأوا بالبحث عن شجرة جديدة في الغابة لبناء بيت جديد عليها. في العادة الكرواي لما قرروا بناء بيت بيختاروا أقوى شجرة في المنطقة، بيبعتوا شباب من عندهم اللي مفروض يكونوا أحسن البنائين بتسلقوا على الشجرة عشان يعينوها وعشان يربطوا بعض الأشجار القريبة الصغيرة فيها لتساعدهم في التسلق. ما عندهم أي وسيلة أخرى للتسلق حاليا إلا الشجرة اللي بيقربوه وبربطوه عشان يساعدهم في التسلق الطلوع والنزول. هذا عمل طموح
الخطة هي بناء بيت جديد بأعلى الشجرة على ارتفاع 35 متر. كل الأدوات اللي بيستخدموها الكرواي في بناء البيت هي أدوات قديمة تعود إلى العصر الحجري، لأنه حتى الفؤوس تبعتهم الرؤوس تبعتها من الصخر خشب وبربطوها بحبال، حتى الحبال من الشجر بيجيبوها. الجميع بتشارك في البناء رجال ونساء، ما أن يبدأ الرجال بقطع الأشجار حتى تبدأ النساء بتحضير وجمع الحبال اللي راح يستخدموها في البناء. هذه بداية عملية بناء كوخ جديد عند الكروة، راح تكون مختلفة كلياً عن اللي احنا تعودنا أن نشوفه بحياتنا. أول شيء بيعملوه بجمعوا كل مواد البناء في مكان واحد. المرحلة الأولى في البناء عندهم هي بناء السلم. الكرواي هم الشعب الوحيد في العالم اللي بيعيشوا فوق الأشجار، وبالتأكيد هذا له أسبابه، لا يهربوا من الفيضانات في موسم الأمطار ومن قرصات البعوض الموجودة بكثرة في الغابات اللي بيعيشوا فيها، وهي اللي بتسبب معظم الوفيات عندهم، ولا يحموا أنفسهم من غزو الأعداء عليهم، وكمان لا استعراض براعتهم في العيش في الغابات. إلى هذه اللحظة ما زلت لم أرى أي شاهد بدلل على أكلهم للحوم البشر. كيف لهذا الشعب البسيط أن يكون كذلك؟ لكن هذه حقيقة مؤكدة وما زلت بحاجة للبحث عنها. هذا اللي افطرنا عليه هلا هو الساجو. ثلاث وجبات بياكلوا منه باليوم. الساجو عندهم منطبخ في اكثر من طريقه. هذه احدى الطرق اللي شفناها هلا، بنحط على الفحم زي ما هو وبتقشر، بضلهم يقشروا يحطوا ويقشروا ليصير كلياته مستوي. وفي طرق ثانيه اللي هي بلفوه بورق الموز وبشوف كيف طعمه. ما حسيت انه في طعم قوي، زي الطحين تقريبا. الكرواي ما بيستخدموا الملح او اي منكهات اخرى في طعامهم، لهذا السبب بيحافظ طعامهم على نكهته الاصليه. ايش هذا؟ توت العلق هذه بتعيش بالمناطق الاستوائية المطيرة، مش من السهل انها تطلع، بتغرس مخالبها في جلد الانسان او الحيوان وبتشفط الدم، بتعيش على الدم. طبعا شو وقته انه تشفط الدم تبعي هون، انا بحاجة لكل قطرة من الدم في هيك مناطق. شوف وين ما بشيلها من هون بتلزق هون، وحال ما تمشي بتغرز عشان تثبت حالها، بشعر في مخالبها كل ما تتحرك. من الافضل انها اني اشيلها
تلاقي لها إشي تاني. نروح نكمل. هذه الشجرة بسموها نيبون، هذه بسموها المنطقة اللي احنا فيها الغابة السرية، ولا بني آدم له الحق انه يقص الشجرة فيها الا كبيرهم، هو اللي بقرر، هو لازم يقصها في ايده، بيحاولوا يحافظوا عليها. هذه الشجرة نوع من انواع شجر البالم او النخيل، الخشب تبعها قوي ومرن، عشان هيك بيختاروها لصناعة الاسهم منها او الرمح منها. اي شجره بتم قصها في الغابه السريه هذه، بعد ما يقصوها بغلفوها بالورق هذا او بسكروا عليها، بوجهه نظرهم او بمعتقدهم احتراما لارواح الاجداد تبعونهم او اسلافهم. هذا الوتر تبع القوس اللي عم بقصه هلا من خشب الرتان، اساس يعمل القوس وركب الوتر عليه. ممتازة. هلا ليش كل واحد بيختلفوا عن بعض هدول؟ شايف هون ولا واحدة زي الثانية أنا. إيه غوطة إيه أودان تي أوكي أبيم تي أبيم ديل إيه ديت إيه تي يانو أمم على كل واحد لا يعني لشغلة، مش بس حط هالسهم وأضرب. وهذا شايفه مشرشب أنا، إيه هو ده بعده قاله له صعب يطلع مرة ثانية إذا دخل هذا بعد رولين قاله إيه. أوه خطير هذا والله، كلهم خطيرين هذول. هاي أسلحتهم الأساسية، السهم، الرمح والأسهم، كل واحد بيستخدموه لهدف معين أو لصيد شغلة معينة. هذا الجزء الأول من البناء، ارتفاع 20 متر. لسه في عم يبنوا لفوق كمان بحدود 15 متر. ارتفاع الكوخ رح يكون على ارتفاع 35 متر. معلقين بالهواء عم بيشتغلوا، عم بيطلعوا على الشجر بدون أي وسيلة للأمان. طبعا الارض هذه خشب اللي قصوه. هي بعض المواد اللي عم بيطلعوها عشان يكملوا البنى فوق. ما بعرف الخشب هذا بيحملني ولا لا، بيحمل وزني.
ورشة العمل في موقع البناء متكاملة وبتسير على قدم وساق، في اللي بيعملوا على الأرض وآخرين فوق الشجر. هم بيعرفوا إنه عليهم الانتهاء من البناء قبل بداية موسم الأمطار. عم بيحكوا انهم لقيوا تعبان. هيو هيا لا 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 خطيرة جدا لا حتى أسنانها ظاهرين هنا، نابها قصير بس كمية السم اللي بتفرزها قوية جدا، عشان هيك بيعتبروها من اكثر الافاعي خطوره في المنطقه عندهم. اه لسه عايشه. اه هي هي النيابه اثنين. غريب لونها مش ماشي مع المنطقه. لونها جراي مع اسود. اه تعتبر من الوجبات الدسمه عندهم. آه كل يوم ممكن يصطادوا افاعي. منطقة مليئة. لا 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 الكرواي بيعيشوا باستقلالية تامة عن الوقت. هم ما بيخططوا لحياتهم وبيعيشوا يوم بيوم وبيجمعوا فقط اللي بيحتاجوه لقوت يومهم. آه سونيا ايش هذا؟ هذه دودة الساقو. لما تخرب شجرة الساقو بيطلع بيعيش فيها بصير ياكل الساقو من جوا، وعاده بتكون خربانه زي الشجره اللي كانت عم تطلع منها سونيا بنفس الموقع اللي لقوا فيه الحيه. ما بعرف المفروض اني اكلها. خلص زي ما هي. في حلاوه. في زي الحلاوه طعمه. طبعا بنفجر بالتم هيك وفي عرش. شكرا يا سونيا. هذا تعتبر نهاية اليوم عندهم. بعد ما روحوا من الغابة كل واحد شو اللي لقطوا شو اللي جابوا معه يعني هذا عشاهم. أهم شيء يكون في ساقو بلفوه بورق موز وبحطه معه. هلأ واحدة حطت جراد وحطت دود الساقو مع الساقو. الزلمة صاد حية تعبان اليوم بالغابة، حط الحية وحط معها ساقو أو بحط ساقو لحاله. بشوه زي ما بنشوي عنا الكباب، بعد ما يستوي بيفتحوا بياكلوه.
شكرا. شو محشية هاي؟ هاي ساق تيوم. هاي دودة ال هاي دودة الساقو هذيك نية، هاي مطبوخة مع ال مع الساقو. طعم الدود مع الساقو مشوي غير ما يكون ني. لما تكون ني يكون طعمها فيه حلاوة. اختلف هلا، يمكن عشان الساقو معه اختلط هذا وحطوه ورق ورق الموز غلفوه. ساي محروقة. زاكي لا انا فعلا عشاكم زاك، يعني انا عجبني صح. هلا الواحد بدوش يتخيل انه عم ياكل دود وعم ياكل جراد بس انه فعلا زاكي. الي انا الليله ما شاء الله ما ضل شيء ما اكلناه. شو اي جزء هذا من الحيه؟ هاي جزء من التعبان. مالح. تعلك لحمة الثعبان. لسه طري، يعني بعرفش يمكن لأنه مش مطبوخ كويس وحتى شلته طرية لساته. ها؟ عشان معمول على الفحم زي اللحم المدخنة، يعني في طعم التدخين. الغابات اللي بيعيشوا فيها وبيحبوها بتقدم لهم كل اللي بيحتاجوه في حياتهم من أسباب للبقاء. هم بيعرفوا إيش هو أفضل وقت في السنة لصيد السمك. من الأدوات الأساسية في الصيد عندهم هي بيت النمل. النمل ويرقاته تعتبر طعام جاذب للأسماك. حتى نساء الكرواي بتصطاد الأسماك بس بطريقتها الخاصة، تصطاد بواسطة السلال اللي بتصنعها من أوراق أشجار النخيل. Hey!
أصبحت عملية الصعود إلى الأعلى أصعب الآن، بعد أن أتموا بناء المرحلة الأولى وبدأوا في بناء المرحلة الثانية في أعلى الشجرة. هاي أرضية البيت اللي حينبنى عليها، هذا طابق اللي حينبنى عليه البيت، ارتفاع 35 متر. شيء خارق، أنا ما مر علي بيت بنبنى على شجرة على ارتفاع 35 متر. بيت كله من حبال، ما في أي مسمار، ما في أي وسيلة للبناء متحضرة، كله شجر وحبال. الحبال من الشجر هذه اللي عم بيشتغلوا فيه اللي بربطوا فيها. مشهد خلاب. طبعا البيت لسه بده شغل كتير، لسه هاي الأرضية بدهم يعملوا الجوانب وبعدين يعملوا السقف، بعدين بدهم يلبسوا البيت كلياته زي سجاد، بس هو بيكون من قشرة الشجر نفسها. من أهم الأسباب اللي أثارت فضولي ودفعتني للبحث عن قبائل الكرواي هي أنهم الشعب الوحيد في العالم اللي بيأكلوا لحوم البشر. ليش بيأكلوا لحوم البشر؟ وليش بتم قتل شخص ما وأكله؟ في نفس القبيلة اللي أنا متواجد فيها، فيها بعض الرجال قاموا بقتل أشخاص وأكلهم. ناتي أمير، في الماضي لما كنتوا منفصلين عن بعض وكل واحد عايش لحاله، شو الأسباب اللي كانت تسبب المشاكل بيناتكم أو القتال بيناتكم؟ يعني انت امير، هل صار معك اشي شخصي؟ يعني حدا هاجمك على بيتك على اساس يسرق نسوان من عندكم او لاي سبب اخر؟ أنا بفهم غضبك وبفهم إنك قتلته، بس هل أكلك لإله أعطاك شعور بالأمان؟
بعد مرور العديد من الأيام على تواجدي عند الكرواي ومحاولاتي المتكررة في أكثر من مناسبة للتحدث معهم حول هذا الموضوع، إلا أنهم ما بيحبوا الحديث عنه. أنا بعرف أنه هذا الموضوع حساس بالنسبة لهم، خصوصاً مع شخص غريب عنهم مثلي، لكن أنا مصر أني أبقى أحاول أبحث أكثر حول هذه القضية. الكرواي استخدموا كل ما في الطبيعة المحيطة فيهم لخدمتهم في تسيير أمور حياتهم، حتى هذه السكين البسيطة اللي بقص فيها أو المقص، هذه من خشب البامبو بيكسروها وبنسل منها بعض الخيوط بتصير ماضي أكثر من السكين. بعد مضي أسبوعين على بداية بناء البيت بدأت ملامحه تتضح. بيقوموا بتغطية سقف البيت بأوراق أشجار النخيل الأسيوي ليحميهم من تساقط الأمطار ومن حرارة الشمس في نفس الوقت. ما زال موضوع أكل لحوم البشر غير واضح بالنسبة لي، ما اكتملت صورته في ذهني. بدي أحاول أتحدث لأحدهم على انفراد، يمكن يرضى يحدثني بوضوح أكثر من دون وجود أفراد من قبيلته معه. ناتي أغاو، انت شخصيا شو الاشياء اللي تعرضت لها، المخاطر اللي تعرضت لها؟ ابا ما بين البوند وعلي دا ينن دا يلا من لا غو بان البوند غا سيس لو بده يلا من يلا باوند انت عم غن مي زابي بقى لو يو دا وايلا باوند غا ها انا لا رو بالي دا لا دا وا غاي دا غو دا من عند دا وا لا باغي بران انت نري بان مولات وايلا لين شو كمان صار معك؟ ما يا بيلا بيلا يغرم ماي لو بيلا يغرم ماي نجاوا بيماي ده ده نجاوا قبل ما بيماي ده بيعلى ما كان ده ده أنا عليه أنا هو بيجي ماي ده وايد ده نبيه ماي ده لا يبان أنا ليه كان ميلا ده ما هم تعبوا لابيلا نودا نبوا نياضين ما بالي 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 ده هذا بروحلو تلاقو. لما اجتمعت مع أمير قبل كم يوم حكى لي إنك شاركت في أكل الشخص اللي هو قتله. برأيك شو هو السبب اللي خلاكم تأكلوا الرجال بعد ما قتلتوه؟ تأكلوه لأنه بتحبوا طعم لحم الإنسان ولا في سبب آخر؟ أنا خوا باويلا نبلام ولا باويلا أنا غلين ولا لا غلين ما بيدا بون على ما بنا بس أنا غلا زيب ترى دا بالون كاويلا بقابا نوري ما تسي بقابا ما بين ترى لا هو. أنا أكيد بشكرك لأنك رضيت تحكي معي بهذا الموضوع الحساس. إحنا يمكن ما بنعرف شو الأسباب اللي بتخلي الكرواي يقتلوا بعض ويمكن يأكلوا بعض في بعض الأحيان. أنا ما ببرر القتل شخص لشخص لأي سبب كان. يمكن هم بالنسبة لهم المعتقد هو اللي قادهم لهذا الحكي، يمكن هذه الأيام قلت. بس عندنا في مجتمعاتنا المتحضرة يومياً يقتل المئات والآلاف
بدون ما نعرف السبب. شعب الكورواي، شعب الأشجار أو أكلت لحوم البشر، ما عاد بتهمني التسمية. أمي كما همي، كما كانوا وما زالوا مع كل تناقضاتهم، لكن الحقيقة المؤكدة بأنهم موجودين وشركائنا على هذه الأرض. بعد الانتهاء من مشقة البناء حان الوقت للانتقال إلى البيت الجديد. الرجال تصعد أولاً وبعد هيك تتبعهم النساء. ما ينتهي بناء البيت حتى كل العائلة بتبدأ تنتقل للبيت الجديد. هلا المشكلة إذا كانوا نسوا إشي تحت، لأنه مشوار مش سهل. إشعال أول نار في الكوخ الجديد يعتبر طقس احتفالي عندهم. هذا المطبخ راح يكون طبعا بدون أي وسائل أمان، كوخ كله مبني من الخشب على شجرة، ومع ذلك بيطبخوا هون وبياكلوا هون وبيناموا هون. من خلال المعرفة والمهارة والبراعة بيعيش شعب الأشجار الكورواي أسياد في مناطقهم، بيعيشوا في تناغم مع بيئتهم وحب واحترام لطبيعتهم. هذا العالم الرائع اللي بيعيشوا فيه بيأكد لنا أنه إحنا بدون هذه الطبيعة الرائعة لا شيء.